اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم الشاب فخري أبو مديغم، وخر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وهذه العمرة بإشراف فريق تراحموا سنابل الخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا الآن داخل جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لأداء العمرة عن المرحوم الشاب فخري أبو مديغم، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وهذه العمرة بإشراف فريق تراحموا سنابل الخير. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم احمه واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم الشاب فخري أبو مديغم، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وهذه العمرة بإشراف فريق تراحموا سنابل الخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سنابل الخير، جسر الثقة في مساع الخير، وعنوانكم للخير في كل الدروب.